احنا ظهر هذا اليوم أن نجتمع في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري بدولة الرئيس المكلف الأستاذ حسان دياب. وللكتلة مطالب عامة ولكن ليس لها أي مطلب خاص على الإطلاق. فلقد قلنا بأن هذا التكليف هو الجهاد الأصغر ويأتي الآن الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر هو التشكيل، هو التأليف، ولذلك يجب أن تنصب كل الجهود لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمصرفية الخانقة، خصوصا أن استمرارها سيرتب مخاطر كبرى لا نهاية لها. وإن لم نعجل بتشكيل حكومة تسارع إلى اتخاذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة، وأن تكون هذه الحكومة جامعة من كل الأطراف، وأن يسعى إلى تمثيل حتى الأطراف التي لم تسمي في الاستشارات. وكذلك من المهم في هذا السياق هو أن يسعى إلى تمثيل الحراك الذي بات أمرا ضروريا لأن يكون شريكا في عملية الإنقاذ الكاملة. هنالك أمور أساسية يجب أن يهتم بها، وهو محاربة الفساد. ملف الفساد لا يمكن أن يبقى على هذا الحال، والفساد محاربته تبدأ بعملية تنفيذ القوانين. نستغرب مثلا في موضوع الكهرباء، الاتصالات، أقل ما يمكن أن يقال بها أنها لم تنفذ القوانين الواردة. فما هو المشكل في عملية إيجاد مجلس إدارة وهيئة ناظمة؟ أمور بسيطة جدا ممكن أن تضع بين أيدينا، بدءا بثقة الناس بأن هذه الحكومة تريد أن تعيد الثقة في وجودها كحكومة تريد القيام بمهامها الإصلاحية دون تأخير. لذلك دعينا لدولة الرئيس المكلف أن يوفقه الله وأن يأخذ بيده إلى الوصول إلى الأهداف المرجوة. بس هتكون حكومة تكنو سياسية أم فقط اختصاصيين أم شو؟ لم نتكلم بهذه الأمور. هذه الأمور ستأتي في عملية البحث المستقبلي. هو الآن يستشيرنا ونحن نعطي آراءنا فيما يتعلق بالملفات التي يجب أن يتعرض إليها. أصريتوا على المالية؟ لم نصر على شيء. بدأت الكلام بالقول أن الكتلة لم تأتي على أي مطلب خاص.